السلام عليكم شباب بريب 1 ان شاء الله النهارده زي ما وعدناكم هنحل مع بعض اكزام نمبر 1 كايرو جوفرنوريت فرع الجبرا اند ستاتستكس في نمبر 1 بيقول لي كومبليت نمبر 1 2 اند 1 اوفر 5 ملتبلايد باي نوت ايكوال 1 ده ميكسد نمبر لازم نحوله لامبروبر نمبر ازاي 2 تايمز 5 10 10 1 11 يبقى 11 اوفر 5

بص بقى عشان ايه هنعمل اديشن للمينز والاكستريمز مع بعض ده كده نيجاتيف 3 اكس ودول كده 2 تايمز 5 10 اكس معاك بوزيتيف 10 اكس نيجاتيف 3 اكس يبقى معاك 7 اكس نمبر 3 ذا مود فور ذا سيت اوف ذا فالوز 14 11 12 11 14 15 اند 11 از المود هو الموست ريبيتد فاليو اكتر قيمه عندك متكرره اللي هي ال11 نمبر 4 زي الجبرايك تيرم 5xy is of no odd degree طبعا ده باور 1 وده باور 1 يبقى هو من السكند ديجري نمبر 3 بيقول لي في a plus 3b equals 7 and c equals 3 then the numerical value of A plus 3 multiplied by B plus C لازم نعمل distribution الأول 3B و 3C طيب ال A plus 3B اللي هي 7 و 3C 3 times 3 اللي هي 9 7 plus 9 اللي هي 16 نمبر 5 بيقول لي if the median of the values 3, 5, x plus 2 is 4 الميديان ب 4 يبقى x بكام طالما الميديان ب 4 احنا لازم كده 3, 4, 5 3 و 5 هم لازم الإكس x دي تكون كام؟ x plus 2 لازم تكون ب 4 يبقى الإكس x لازم تكون 2 في number 2 we'll choose the correct answer from just given number 1 x minus 2 multiplied by x bar 2 plus 2x plus 4 هنعمل هنا distributing لل x ولل 2 هتبقى x خلينا نفتح براكت x bar 2 plus 2x plus 4 minus 2 multiplied نفس البراكت يبقى x ثم ملتبلايد باي x بار 2 تبقى x بار 3 و x multiply 2x تبقى 2x بار 2 keep the base and add the bars x multiply by 4 يبقى 4x هنا النيجاتيف بتدخل تغير الساينز خلي بالك يبقى نيجاتيف 2x سكوير نيجاتيف 4x نيجاتيف 2 تايمز 4 تبقى نيجاتيف 8 تعالى بقى عشان نعمل سمبليفاي مع بعض كده دي بوزيتيف 2 اكس سكوير ودي نيجاتيف 2 اكس سكوير بزيرو بوزيتيف 4 اكس ونيجاتيف 4 اكس زيرو اتبقى اكس باور 3 بلس ماينس 8 فين اكس باور 3 ماينس 8 اللي هي لتر بي نمبر 2 بيقول لي ذا ميديان فور ذا فاليوز 4 8 3 5 and 7 الميديان يبقى لازم تعمل اوردرنج يا اما اسيندنج اور ديسيندنج يبقى 3 اول حاجه بعد كده 4 بعد كده 5 بعد كده 7 بعد كده 8 يبقى ده كده يروح مع ده ده يروح مع ده يبقى الميديان هو اللي في النص هو ال 5. نمبر 3 بقولك إن 5 over x plus 2 is a rational number إذن x not equal to لازم ال denominator يكون not, not equal to 0. يبقى الحل كايكويجن عادي خالص ال2 تروح هناك بالنيجاتيف يبقى النوت ايكوال تو نيجاتيف 2 يبقى النيجاتيف 2 عشان نيجاتيف 2 بلس 2 هيدينا زيرو واحنا الدينومينيتور معانا في الفراكشن ما ينفعش يكون زيرو لانه هاز نو مينينج ملوش معنى نمبر 4 نيجاتيف تايمز نيجاتيف بوزيتيف 3 تايمز 5 15 اكس تايمز واي اكس واي يبقى بوزيتيف 15 اكس واي اللي هي ليتر دي

3 over 5x equal لازم تجيب الفاليو بتاعت x عشان تعرف substitution بيها هنا وتجيب 3 over 5x بكام طيب 2 over 5x equal 10 يبقى هنا multiplied by multiplicative inverse اللي هو 5 over 2 وهنا 5 over 2 عشان ده كده تبقى 1 10 times 5 تبقى 50 50 over 2 تبقى 25 يبقى x بكام؟ ب 25 تعالى بقى معانا 3 over 5 times 25 يبقى نجيب الكالكوليتر نعمل 3 over 5 times 25 تطلع 15 عندي سوليوشن تاني ليك سهل خالص ال 2 over 5 x ب 10 يبقى ال 1 over 5 x ب 5 جميل كده؟ طب 3 over 5 3 من ده يبقى 3 من ده يبقى 3 تايمز 5 اللي هي 50 نفس الفكره كده في question number 3 letter A بولي subtract negative A squared negative 5AB plus 4B squared from 3A squared minus 2AB minus 2B squared طبعا عشان نعمل عملية سبتراكت عارفين اللي بعد from بيبقى هو الأول minus negative A squared negative 5ab plus 4b squared. عارفين طبعا إن النيجاتيف دي بتغير الساينز تخلي النيجاتيف يبقى بوزيتيف، النيجاتيف يبقى بوزيتيف، البوزيتيف يبقى نيجاتيف. 3a squared plus a squared اللي هي 1 يعني يبقى 4a squared. (negative 2ab plus 5ab) دي نيجاتيف 2 plus 5 ممكن نجيب الكالكليتر ونعملها بكل سهولة. هي تطلع بوزيتيف 3 بس الطلبه اللي مش عارفه نيجاتيف 2 بلس 5 ايكوال 3 يبقى بوزيتيف 3 اي بي نيجاتيف 2 ونيجاتيف 4 يبقوا نيجاتيف 6 بي سكوير يبقى كده ليه الالجبريك اكسبريشن كام نيجي للتر بي بيقول لي سمبليفاي واتيني algebraic اكسبريشن الكامل ده then find the numerical value of the expression when x equal 1 طب تعالى نعمل distributing كده هو هنا ده الجبريك term وده الجبريك اكسبريشن 5 times 2 تبقى 10x minus 5 times 1 تبقى 5 خلي بالك هنا عشان نيجاتيف هتدخل تغير الساينز ده بوزيتيف هيبقى نيجاتيف 3 تايمز اكس بار 2 تبقى 3 اكس بار 2 دي نيجاتيف هتبقى بوزيتيف عشان في نيجاتيف بره 3 times 1 تبقى 3 بعدين 5x times x تبقى 5x سكوير x times 1 تبقى x وما تنساش النيجاتيف دي نعمل سمبليفاي بقى دي لتر بي معانا 10x نيجاتيف x يعني 10x x تبقى 9x نيجاتيف 3 اكس سكوير بوزيتيف 5 اكس سكوير يبقى خد شرط الكبير اللي هي بوزيتيف واعمل عمليه سبتراكشن 5 ماينس 3 تبقى 2 اكس سكوير او اعملها كده نيجاتيف 3 بلس 5 تبقى ك بوزيتيف 2 عملناها بوزيتيف وهنا نيجاتيف 5 بوزيتيف 3 تبقى نيجاتيف 2 مش عارف هات الكالكوليتر واعملها او متلخبط نيجاتيف 5 بوزيتيف 3 طب انت يا مستر بتعملها ازاي بحط اشاره الكبير واعمل عمليه سبتراكشن اشاره الكبير اللي هو النيجاتيف هنا و5 3 2 يبقى 9x بلس 2x سكوير نيجاتيف 2 ممكن تخليه باوردرنج يعني للانديسيز بتاعته 2x بار 2 بوزيتيف 9x ماينس 2 قال لك بقى وين x ايكوال 1 اقول لك اقول له كده ذا نومريكال value equal 2 times 1 power 2 plus 9 times 1 minus 2 1 power 2 1 1 times 2 2 9 times 1 9 minus 2 طبعا نيجاتيف 2 تروح مع البوزيتيف 2 بزيرو يبقى النمبريكال فاليو في الاخير ب 9 ده السوليوشن كامل كده ل a و b نمبر 4 بيقول لي فايند number نمبر هاف واي بتوين 9 اوفر 4 اند 17 اوفر 6 اسهل طريقه انك تجيب بيها الهاف واي دي انك تعمل كده 9 اوفر 4 بلس 17 اوفر 6 divided باي 2 طبعا هنا لازم تخليهم هاف سيمنتور فلازم تعمل فاكتوريزيشن لل4 وال6 فانت ممكن طبعا انك طالب بريب 1 تعرف ان الاثنين اكسبت ديفيجن بي 12 بكل سهوله طب لو انا مش عارف يا مستر اعمل فاكتوريزيشن حاضر divided by 2 equal 2 divided by 2 equal 1 divided by 2 equal 3 divided by 3 equal 1 هلاقي الكومن هنا ادي 2 تايمز 2 تايمز 3 2 تايمز 2 4 تايمز 3 12 طب ال 4 بقى 12 يعني ملتبلايد باي 3 يبقى لازم 9 ملتبلايد باي 3 تبقى 27 ال 6 بقى 12 ملتبلايد باي 2 يبقى ال 17 ملتبلايد باي 2 2x7 14 4 and carry up 1 2x1 2 plus 1 3 يبقى الـ denominator 12 4 plus 7 11 1 and carry up 1 1 plus 3 4 4 plus 2 6 كل ده divided by 2 طيب طبعا هتطبق القاعدة بتاعت keep change reverse 61 over 2 دي لما ملتبلاي وتبقى دي over 1 تبقى 1 over 2 يبقى 61 times 1 61 و 12 تايمز 2 تبقى 24 يبقى اخيرا 61 اوفر 24 نمسح بقى letter B بيقول لي use the property of distribution to calculate the value of negative 3 over 7 تايمز 8 plus 5 تايمز negative 3 over 7 plus negative 3 over 7 طبعا متعودين للطلبة اللي معانا اللي في السيشنز الاونلاين واللي في الفيديوهات متابعينا عارفين ان احنا اول ما بنشوف البوزيتيف كده او النيجاتيف بنعمل عليها سيركل بنشوف ايه الكومن في ال... كل الترمات دي هنلاقي نيجاتيف 3 اوفر 7 هي الكومن كاني بعمل اوفر نيجاتيف 3 اوفر 7 اوفر نيجاتيف 3 اوفر 7 نيجاتيف 3 اوفر 7 دي كده اوفر 1 بقى ايكوال 1 يبقى اتبقى ال 8 ودي كده برضو ايكوال 1 يبقى اتبقى ال 5 ودي كده ايكوال 1 يبقى نيجاتيف 3 اوفر 7 8 بلس 5 13 بلس 1 تبقى 14 نجيب الكالكليتر بكل سهولة أو نعملها بدماغنا أيهما تفضل ما عنديش مشكلة تايمز 14 تطلع نيجاتيف 6 نمسح كل ده نمبر 5 لتر a find the value of x if the arithmetic mean of the values 8 x 7 5 is 6 لو ال arithmetic mean 6 يبقى لازم نكتب القانون بتاع الارثمتيك مين اللي هو ايكوال السم اوف over اوفر النمبر اوف طب الارثمتيك مين طلع بكام طلع ب 6 السم بقى 8 plus x plus 7 plus 5 over the number 1 2 3 4 هنعمل means و extremes يبقى 6 times 4 24 8 plus 7 15 15 plus 5 يبقى 20 20 plus x عشان تجيب الـ x 20 plus كم يدينا 24 20 plus 4 بس كده يبقى جبنا الـ x 4 لتر بي بيقول لي find the value of k which makes the expression 2x باور 3 minus x 2 minus 5x plus k divisible by 2x minus 3 طيب. واحدة من أهم المسائل اللي بتوقف الطلبة لازم بقى تركز معايا كويس جدا عشان هنعمل الديفيجن هنا عادي خالص كأن الكي موجودة يبقى 2 x بار 3 minus x بار 2 minus 5x بلس k وهنا 2x ماينس 3 عادي خالص مفيش اي مشكله هناخد الفرست تيرم هنا اوفر الفرست تيرم هنا 2 ديفايدد باي 2 1 ما نكتبهوش x بار 3 ديفايدد باي x تبقى x بار 2 بعد كده ارجع اعمل عمليه ملتبلاي x بار 2 تايمز 2x لازم تطلع لي تيرم ده لازم تكون مثبتها كده هنا بقى ده بوزيتيف تايمز نيجاتيف يبقى النيجاتيف اكس سكوير تايمز 3 تبقى 3 اكس سكوير اعمل عمليه سبتراكشن غير الساينز بكل سهوله ده نيجاتيف وده بوزيتيف عشان ده هيروح مع ده لازم يطلعوا بزيرو اللي احنا عاملين لهم عمليه ديفيجن وبعدين مالتبلاي عمليه انفيرس لبعضها بوزيتيف 3 ماينس 1 تبقى بوزيتيف 2 اكس سكوير وننزل اللي عليه الدور اللي هو نيجاتيف 5 اكس نعمل عمليه ديفيجن تاني 2 divided by 2 تبقى بوزيتيف 1 وال1 ما بتكتبش x سكوير divided by x تبقى x اعمل عمليه ملتبلاي بقى x divided 2 ملتبلاي 2x لازم تطلع 2x سكوير ركز بقى في الثانيه x ملتبلاي باي نيجاتيف 3 تبقى نيجاتيف 3x نغير الساينز تبقى دي نيجاتيف ودي بوزيتيف دي كده تروح مع دي بزيرو لازم بزيرو نيجاتيف 5 بوزيتيف 3 خد الشرط الكبير اللي هي نيجاتيف 5 ماينس 3 تبقى 2x نزل اللي عليه الدور اللي هو ال خد الفيرست تيرم ريبيتد بروسيس نيجاتيف 2 ديفايدد باي 2 تبقى نيجاتيف 1 ما بنكتبش ال 1 x ديفايدد باي x 1 يبقى لازم هنا دي الاستحاله الوحيده اللي تكتب فيها ال 1 طالما ما فيش حاجه هنكتبها يبقى نكتب ال 1 هتعمل بعد ملتبلاي لازم تطلع زيها نيجاتيف 2x ركز بقى نيجاتيف 1 تايمز نيجاتيف 3 نيجاتيف باي نيجاتيف بوزيتيف 1 باي 3 3 غير الساينز دي بوزيتيف ودي نيجاتيف دي كده بتروح مع دي تبقى زيرو دي نيجاتيف 3 لازمها فوق هنا ايه عشان تبقى زيرو بوزيتيف 3 كده انا عرفت الاكس هتطلع بكام عشان لازم الكي ماينس 3 ديت يدينا زيرو يبقى كي ايكوال بوزيتيف 3 كده يا شباب يكون انتهى الاكزام نلتقي في الاكزام القادم ان شاء الله اتمنى تكونوا استفدتوا من الفيديو للاستفادة الأكبر والأكبر طلبت جميع المراحل عرض السنة دي مش هيتكرر عرض الأونلاين طلبت المراحل البرايمري اللي هي جريد 4 5 6 سعر السيشن 25 جنيه بريب 1 35 جنيه زي ما هو ظاهر قدامكم بريب 2 45 جنيه بريب 3 55 جنيه للسيشن السيشن دي برايفت يعني سعر رمزي برايفت يعني طالب واحد فقط السيشن دي عشان تفهم احنا بنعمل فيها ايه بنعمل فيها كالتالي السيشن دي بتبقى ملك للطالب يعني الطالب بيكرر فيها بيحل فيها اكزامز طب يا مستر ما انت بتحل لنا افترضنا ان في طالب ما فهمش من الفيديوز فممكن يفهم من الاونلاين اكتر طالب حابب نحل قبل ما اللي يستنى الفيديو ينزل على اليوتيوب فيحل قبلها طالب حابب يراجع ويبدا المنهج من الاول في وقت يا مستر اه ان شاء الله في وقت رغم ان احنا في خلاص فاضل وقت قليل عن الامتحانات الا انه نقدر نشرح المنهج كاملا بامر الله لانه احنا بنكثف سيشنز وممكن ناخد سيشن واثنين في اليوم وحصلت مع طلبه كتير طيب حابب نحل اكسرسايز بتاعت معين ريفيجن اه نشرح اجزاء معينه من المنهج مجمع شويه اسئله واقفه معاك وحابب تفهمها اتواصل على رقم الواتساب اللي ظاهر قدامك طول الفيديو ده اتواصل عليه ونظبط مع بعض الميعاد ونشوف ايه اللي انت حابب نعمله في السيشن دي ونركز عليه ونشتغل عليه نشتغل على نقط الضعف بتاعتك في الماس بشكل عام وبشكل اخص الحاجات اللي انت بتحددها، فالسيشن دي هتفرق معاك جدا وبالاخص ان هي السنه دي سعر استثنائي مش هيتكرر فما تفوتش الفرصه والحق تواصل معانا على الواتساب والحق احجز معاك قبل ما المواعيد تكتمل، وفي الاخير يا شباب بتمنى تكونوا بتستفيدوا من الفيديوهات بشكل عام بدون ما تلجا للاونلاين، احنا بنحاول بامر الله ننزل المحتوى كامل، نحاول نحل كل الامتحانات، حلينا كل الاختبارات التراكميه. فما تبخلوش معلينا مع بدعمكم باللايك والشير والسبسكرايب شير في كل مكان عشان القناة تنتشر وتكبر كومنتاتكم الإيجابية صدقوني بتبقى دافع كبير لنا عشان نكمل وفي الأخير يا شباب دعواتكم عشان نقدر نكمل ونعمل محتوى كامل مجاني ونطوره كل سنة عن اللي قبلها وأتمنى لكم في الأخير كل التوفيق شكرا والسلام الله عليكم